أحضر عود ثقاب، عود الثقاب هذا لا ينجذب للمغناطيس، فيه أكسيد الحديد الثلاثي ولا يتأثر بالمغناطيس ولا ينجذب له. أشعل عود الكبريت، خليه يحترق شوية. اللي قاعد يصير أن أول أكسيد الكربون يتفاعل مع حديد الثلاثي، أكسيد الحديد الثلاثي، وبعد أن يتفاعل معه يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون مع حديد فينجذب للمغناطيس. طبعا لازم يكون عندك مغناطيس قوي حتى يتأثر. سو هذه التجربة للصغار، سيستمتعوا بها.